عسلامة، مرحبا بكم في روسيت جديدة. اليوم باش نعملو كسكسي بالعصبان. انا عندي كسكسي ديالي لهنا، حطيت الكسكسي نتاعي، صبيت عليه 3 مغارف زيت، وباش نخلطو بالكدا بالكدا حتى يدخل الزيت في الكسكسي. توا نخلي الكسكسي على جنب باش نعمل كسكسي بالعصبان. العصبان نتاعي خرجته من الفريجو باش ينحي الثلج نتاعو. قصيت لهنا البصل، صبيت الزيت باش نقلي البصل في الزيت بالكدا، ومن بعد نرجع. بالنسبه للهريسه العربي، انا ناخذ الفلفل الاحمر كيف ما هكا، نسخن الماء نحطه فيه ونطفي، نحطه فيه شويه ومن بعد باش نرحيه وحدي. تحبوا تزيدوه ثوم تنجموا تزيدوه. بالنسبه للكسكسي سبق وريتكم كيفاش نرجع عليه الماء، على خاطر هذا كسكسي عولة. المره الاولى نحطوا له الزيت ومن بعد نحطوه يفور، ومن بعد نهبطوه نحطوا عليه نرشوه بالماء الدافي. وبالنسبه للعصبان يلزم تنقبوا بسكينه باش ما يلزم يتنقب بسكينه. حطيت العصبان نتاعي، فوحت بالهريسه العربي اللي وريتها لكم عملتها في الدار، فوحت طماطم فلفل اكحل تبلو كرويه، ما تكثروش في الفيح على خاطر ديجا العصبان مفوح، وحطيت حمص وسفناليا وبطاطا، نزيدوا القرع في الاخر القرع الاحمر وخليوه يطيب في عقله. هو الكسكسي نتاعي حضر سقيته، ما قعد كان باش نحطوه في صحن طقسي. هذا العصبان نتاعي توا قسمته هاوكا طايب من داخل.